السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي داخل وخارج أرض الوطن. إن شاء الله لكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. فيديو اليوم اللي غنطرق لي بخصوص تحرك الملك محمد السادس والحموشي والفتيت ضد أكبر مافيا في المغرب وتورط مسؤولين أمنيين كبار في هذه القضية. وهذه هي التفاصيل إخواني أخواتي، تفاصيل صادمة اللي تم الكشف عليها حول هذه العصابة الإجرامية واللي تم تقديم العناصر ديالها أمام الوكيل العام للملك بمحكمة السناف بمدينة الدار البيضاء يوم الجمعة الماضي، اللي مكون من نائب وكيل الملك وباشا ممتاز وأمنيين عندهم رتب مختلفة ومحامي وموظف وموظفة بمحكمة السناف والمحكمة الابتدائية عين السبع، إضافة لواحد مجموعة من السماصرة. هاد الناس أو بالأحرى أفرادها ديال هاد العصابة حتى واحد ما كان غادي يعيق بهم صراحة، فكانوا كياكلوا كينهبوا وكانوا كيضربوا فلوس صحيحة بزاف، وما كان غير قسامة بيناتهم هكا كانوا خدامين إخواني أخواتي بخير وعلى خير سنوات عديدة. ولكن واحد المثل إخواني أخواتي اللي كيقول النملة ملي كيعذب الله سبحانه وتعالى كيدير لها جناح، وهاد العصابة ملي بغى الله يفضحهم مشاو لواحد الأرضية كبيرة في ملكية ديال إحدى المستثمرين خليجيين وبداو كينهبوا في الرمال كيبيعوها وكيقسموا الوزيعة بيناتهم، خصوصا وأن الإثمنة ديال الرمل هي في أعلى مستويات ديالها في السنوات الأخيرة مع ارتفاع الأثمنة الشقق مع تزايد الإقبال على مواد البناء. وهذه العصابة اللي راكم ثروة طائلة تحت حماية مسؤولين. والمفاجأة إخواني أخواتي ملي رجعوا المستثمرين الخليجيين إلى المغرب فأتفاجئوا بالأرض أصبحت أرضا جرداء، وهنا فين قروا رفع الشكاية عند وكيل عام الملك اللي بدوره أعطى الأوامر للفرقة الوطنية اللي اكتشفوا تورط مسؤولين كبار في هذه القضية. وفعلا فالفرقة الوطنية إخواني أخواتي مازال كتجر مسؤولين آخرين، فواحد كيجر واحد سبحان الله العظيم اللي كيفضح الله سبحانه وتعالى، فكل واحد كيحاول يبعد التهمة على راسه. إخواني أخواتي وفي موضوع آخر، وبعد ما اشتركوا المغاربة وانخرطوا في الهاشتاج باش يقدروا يوصلوا الصوت ديالهم للمسؤولين، اليوم اكتشفنا واحد السيد وكيقول المغاربة أنه ما متفقش مع هذا الهاشتاج ومع الرحيل ديال عزيز أخنوش رئيس الحكومة الحالية. في الوقت اللي كان الجميع نسى هاد السيد ومن بعد ما شاف راسه مشى للمزبل التاريخ، فاليوم كنشوفوا أنه أصبح كيتكلم في أي موضوع ديال البوز في المواقع التواصل الاجتماعي، والأكثر من هذا ولا كيتصور مع الناس أو مع أصحاب العصير ومع الناس اللي في الزنقة باش يفرض راسه ويرجع للساحة السياسية. هادشي علاش ولا كيدوي في اي حاجه ولا كيفهم في اي حاجه لدرجه انه فتح قناه في اليوتيوب. اخواني اخواتي هنا كنتكلم على السي عبد الاله بن كيران رئيس الحكومه السابقه ورئيس حزب العداله التنميه الحالي، واللي بزاف ديال المغاربه كانوا كيحترموه وكانوا كيوقروه لانه كان دائما كيتكلم معهم في الجانب الديني باش وصل الحكم. فالسيد كان عنده بزاف ديال القناعات قبل ما يطلع للحكم، وغير طلع للحكم ولاو هذوك القناعات بحال الى حطهم في الزبل حاشاكم. والناس المغاربه اللي كانوا صوتوا عليه بداو كيطرحوا تساؤلات كيفاش هاد السيد كانت عنده هاد القناعات وما بقاتش عنده من بعد ما طلع للحكومه. وحنا كنعرفوا بان الشعب المغربي اسهل حاجه عنده ان تقدر تاثر فيه هو انه يجي شي واحد بلحيته ويتكلم بالجانب الديني وغيتيقوا فيه، لانه حنا فعلا مسلمين وحتى الناس اللي ما كيصليوش حتى هما غيتيقوا فيه، لاننا حنا تربينا في واحد البيئه دينيه، بيئه فيها الدين، قال الله قال الرسول، هذا هو الواقع. فهاد الشيء علاش المغاربه عياو اخواني اخواتي من بعد ما العداله والتنميه ما بقاوش يعني يفوا بالوعود ديالو، وهذا الشيء علاش المغاربه تخلاو على حزب العداله والتنميه ومشاو كيقلبوا على حزب اخر اللي فيه رجل سياسي اللي هو الملياردير عزيز اخنوش، واللي قالوا جميع التخمينات اكدوا ان هذا عزيز اخنوش
هو ممكن يحسن من المواضيع الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، لكن للأسف وكنت فاجئه حتى هو طلع أكثر منهم، أكثر من هذا الحزب العدالة والتنمية. فمن بعد ما هذه الأزمات كاملة، المغاربة قروا أنهم ينخرطوا في هذه الحملة ديال الهاشتاك باش يوصلوا الصوت ديالهم للمسؤولين ديال الحكومة. ومن بعد ما وصل الصوت ديالهم للمسؤولين الحكومة، غنتفاجئوا واحد المسؤول حكومي كينعت المغاربة بالمراض. وراكم تبعتوا داك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي واللي كيضبط هذيك الأقوال ديالو وكتدخل في الأرشيف في التاريخ، لأنه فعلا كيسب هاد المغاربة داك الكلام وكينعتهم بالمرض. ومسؤول حكومي آخر كينعت المغاربة أنهم مجرد حسابات وهمية، يعني هادوك حسابات وهمية وما اللي بقاو كيديروا يعني ديك الهاشتاك حتى وصلت للمليون ونصف يعني العدد. وهادشي إخواني أخواتي، والخاطئ في الأمر هاد المسؤول الحكومي آخر اللي قال أن هادشي جاي من صنع جزائري. إخواني أخواتي، هناك أشخاص فعلا ما كيشرفوا ناس إحنا كمغاربة، فشنو غيكونوا هاد المسؤولين اللي كيدافعوا على الباطل؟ وشنا هي المصلحة ديالهم باش يسبوا المغاربة الأحرار وينعتهم بالمرضى ويقول بعضهم نحن ليس فينا خير ونكار الخير؟ فلازم إخواني أخواتي متابعة هذا النوع قضائيا، وهذا هو اللازم اللي خاصو تاخذوا هاد الحكومة إذا كان فعلا دولة الحق والقانون. فالسؤال المطروح إخواني أخواتي، السؤال المطروح اللي مازال كنطرحوه على نفوسنا، فهو أين هي الجمعيات؟ فين هم المحامون اللي عندهم غيرة على الوطن وعلى الملك نصره الله؟ فاحنا كنستنكر ما يقع الآن. وشنا وزير الداخلية اللي شفناه وقف وقفة رجل، والتحية له من هذا المنبر، ولكن من يعترف بالحق ويخزي الباطل، يعني هذا هو الرجل الحق اللي هضر على كلمة الحق ودافع على حقوق المواطنين اللي وقفوا ضد هاد المواقف اللي قام بها أخ نوش، خصوصا مع ارتفاع الأسعار والمحروقات وزيد ما إلى ذلك. فكل مغربي لا علاقة له يقول الحق فليصمت، مثل من يدعي أنه دكتور أو صحافي. فكنتمنى إخواني أخواتي أن الحكومة تحاول تراجع نفسها وتشوف الحلول المجدية باش نخرجوا من هذه الأزمة اللي مازال كيعاني منها المغاربة. أن هناك حلول كثيرة وكثيرة جدا من أجل حلها، وبالتالي يعني هذاك المواطن البسيط يعيش حياة سعيدة، حياة يعني مليئة بالرفاهية الرخاء، وهادشي اللي كنتمناه من الله عز وجل. إخواني أخواتي، فحتى لا أطيل عليكم، كنتمنى أنكم تعملوا لايك والبرتاج هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.